شو بتقول الأفلاك لمواليد الحمل بشهر آب أغسطس أوغست 2024؟ هل أنت عزيزي الحمل رح تتمتع بشهر جيد أو إنك رايح نحو بعض الإشكالات؟ بدي أقول لك إنه في كوكب الشمس وكوكب المارس، الأول بالأسد لتاريخ 22 والثاني بالجوزاء طوال الشهر، بيوفروا لك جو مشرق جدا. صرت تعرف انه بس يكونوا الكواكب بامكنه مناسبه لك شو هي النتيجه. في مشاريع، فرص، اتصالات، في اجواء جيده جدا ومتعدده، حتى ولو شعرت في بعض الاحيان بمنافسه غير شريفه. مش كل المنافسات شريفه. هالمنافسه بدها تزعجك، كأنه في مناكفات، كأنه في نكايات بيقصدها البعض مع ادعاءات وأكاذيب. يعني هالشي كتير بيزعجك انت بالذات لأنك ما بتحب الأكاذيب. بتطالك شائعات كمان من قبل البعض، لأنه كوكب ميركور عم بيتراجع ابتداء من تاريخ 6 لآخر الشهر. هالشي بيولد جو محاسبة وبعض الالتباس أو سوء التفاهم. بيحتم عليك الأمر إعادة النظر ببعض العقود والاتفاقات ومحاسبة دقيقة لكل شيء لح يحصل، والاهتمام ببعض التفاصيل بأي عقد بتوقع عليه مثلا. ما تتسرع، لازم تقرأ كل شيء وتسأل المتخصصين وتستشيرهم. في بالإجمال بعض النجاح يلي لح تواجهه هالشهر ويلي بيكون مزود بعافية وديناميكية وفرص جيدة. يمكن فينوس يحثك وهو في برج العذراء بين 6 و29 إلى التزام الأمور التقليدية بعملك وعدم السير بالجديد. الأساليب هيدي يمكن ما أنت تتوفر لك أو أنت بتحس أنك بتجهلها. انتبه من بعض الاقتراحات أو العقود يلي ما بتكون لا ثابتة ولا مضمونة. حتى إذا كان بدهم إياك تعتمد أساليب جديدة وإنت منك مهيأ، فما تقبل وما تتسرع. في ميول قيادي عندك كتير قوية ومستمرة، بس حاول تبتعد هالشهر عن الأضواء وحاول أنه تترك المجال لنقاش تصغي خلاله لآراء الآخرين. لا شك أنه جاذبيتك رح تلعب دور كبير ومميز في النجاح، لكن أنت بحاجة إلى تمثيل دور آخر. بدك تعرف كيف بدك تغير أسلوبك بالوقت المناسب، بس حافظ على شخصيتك مثل ما هي. ما تلبس قناع يمكن ما يكون مناسب لإلك. أوقات القناع منلبسه مش حتى نخبي كذبة، أوقات حتى نخبي جرح للكرامة أو نخبي حزن. بها الشهر كمان في أفكار مبتكرة رح تبديها، وميركور المتراجع روما الأفكار رح يوعي عندك بعض الهواجس، و الهواجس قد تستيقظ عند الشركاء كمان، ويتسبب ميركور بخضات عامة ويلي بتأثر على أعمالك. هالشي بيستوجب الهدوء والانتظار وإعادة الحسابات بأوقات كتيرة. ما تجازف أبدا بالمزاح إلا مع ناس مهذبين راقين وبيتمتعوا بحس الدعابة بوسع العقل والتفكير. في ناس إذا مزحت معهم بطريقة شوي فيها هيك زيادة عن الخط بينقلبوا عليك وبيغضبوا. عزيزي الحمل، تذكر هالشهر أنه مش من الضروري أنه دايما تكون على حق حتى تنال الإعجاب. هيدا على الصعيد المهني. على الصعيد العاطفي، شو بتقول الأفلاك لإلك بهالشهر؟ فيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد الحمل على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، بتكون الأيام الأولى هالشهر هي الأفضل عاطفياً، لأنه الشمس لما تلتقي مع فينوس ببرج الأسد هالشي بيعزز روابطك الغرامية والشخصية، وبيجعلك بتلتقي بالأحباء أو بتلاقي ضالتك إذا كنت وحيد. بتتعدد الخيارات وبتجعلك قادر على فرض نفسك بحياتك الشخصية.
بس بتعرف بعد هالشي جو من المشاحنات والتردد، أو يمكن يفاجئك الطرف الآخر باعتبارات أنت ما بتفهمها، أو بمواقف بتوصلك بآخر الشهر إلى إما التفاهم أو التعرض لبعض الأخطار. بتقودك الأحداث للمبالغة بوصف بعض الأمور، وبتنقصك الحماسة لمعالجة أمر عائلي أو شخصي يمكن يطرأ. يمكن تكون مشغول بأمور أخرى فتلام على برودة أو على بعاد، ويمكن أنت بدك الكمال بهالوقت، وبدك أشخاص ما عندهم ولا غلط ولا خطأ، ما عندهم شوائب، رغم إدراكك بأنه الأمر عسير جداً، ما في حداً ما عنده أخطاء. حاول تتفهم الآخر، تبتعد عن التكهنات والأساليب الملتوية. أنت بحاجة إلى الوضوح بهالشهر، كما إلى الدفء بعلاقاتك. كمان مطلوب منك توفر هالدفء للآخر، ما تبحث بس عن شؤوف، عن اللمعان، عن الظهور، لأنه القمر بيلمع بس ما بيدفي، مش هيك؟ هذا على الصعيد العاطفي. على الصعيد المهني بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد الثور على الصعيد المهني بشهر أب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، الشمس رح تلهبك هالشهر بمعاكسات فلكية. ليه؟ لأنه رح تكون ببرج الأسد، يعني بمربع مع برجك، لثلاث أسابيع، ورح ينضم لإلى ميركور بتاريخ 16. هالشي بجر عليك بعض الخيبات بتاريخ 6، وهالشي بجر عليك بعض الخيبات أو بعض الحساسيات والعذابات بطريقة غير متوقعة. يمكن تشعر بالتوتر، بالانقباض، أو تشعر بشوية أسى. الأجواء الفلكية بتعاكسك، بس مش كلها معاكسة، حتى ما يعني هبت الحيطان عليك، لا. أنت بتعرف أنه الإنسان كان ورح يضل مقاد بالأحداث، فإذا طرأت أحداث جيدة أنت قادر على يعني مواكبتها، وإذا طرأت خيبات أنت قادر على محاصرتها بروح إيجابية. ما تنطوي على نفسك وتأسرها ضمن القناعات والاعتبارات القديمة. ميركور وفينوس والشمس بالعذراء كواكب داعمة لإلك من بعد ما يمرقوا ببرج الأسد، بيعدوا لك الأمان، وبيتحدثوا عن إنجاز فني وإبداعي وفكري يمكن تقوم فيه، أو تجعلك الكواكب تواكب حدث ثقافي بيرضي غرورك. لازم تتزود بالإيجابية مهما طرأ من خيبات أو خذلان. وإذا شعرت بمشكلة صحية فلازم تعالجها بسرعة وبدون انتصار. أما إذا خف الانسجام بمجالك المهني أو العائلي، فلازم تسارع لمعالجة الثغرات بدون انتظار وحتى ما تتراكم. ما في أصعب من تراكم الأخطاء أو الثغرات، لأنه بعدين بتوصل إلى انفجار. إياك وتصور الأمور بالخطورة الكبيرة. هيدي فترات، فترات ورح تمرق، كل شيء بيمرق، كل شيء بيخلص. هلأ ما رح قلك لا، يمكن تصطدم ببعض المقربين أو بالمحيط أو بالزملاء أو أحد النافذين. جنب هالمواجهات قد ما فيك، خفف من الاستكبار، لأنه الوضع ما بيتحمل منك لا التحدي ولا التعنت. انتبه، الكواكب معاكسة. يمكن تلجأ في بعض الأحيان إلى بعض الأصدقاء، ويمكن بيجعلك ممتعض أحد مواليد الجوزاء أو الحوت، أو زميل من برج آخر بيثير الحساسيات. لحسن الحظ أنه كوكب فينوس بزودك بليونة وجاذبية، بتجعلك تحاصر هالسلبيات وتعالج الأوضاع بالوقت المناسب. فينا نقول أنه في مشاكل متراكمة بالعمل، ويمكن تؤدي لنزاعات، ويمكن مع مسؤولين. هالشي بخليك تاخد قرار في بعض الأحيان بيزعجك، بعدين بتشوف أنك أنت صرت على الطريق الصواب. يعني بتاخد القرار، بتنزعج، وبتلاقي أنه معك حق.
في تناقض بهالشهر، والتناقض واضح، والارتباك كمان، خاصة إذا كنت عم تدرس عقد جديد مثلا، أو إذا كنت عم بتفكر بإطلاق مشروع أو فكرة. المهم إنك تصبر، هي نصيحة هالشهر. اصبر قبل ما تاخد أي قرار، واستوحي هالقرارات من إلهام بيوفر لك هي كوكب ميركور. لازم تدعم معرفتك بدروس جديدة إذا احتجتها، أو مشاركة بندوات ومحاضرات ولقاءات بتغذي معلوماتك. عزيزي الثور، أنت من الناس يلي بينجحوا إذا تصرفوا بروية، وهالشهر هيدا المطلوب. هيدا على الصعيد المهني، وعلى الصعيد العاطفي منسمع بفيديو آخر. شو بتقول لفلاك لإلك مولود الثور على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ عاطفياً فينوس بالعذراء اعتباراً من تاريخ 6 بيحيي فيك الأمال، بيكون كتير جيد لإلك، بيجعلك مقبل على لقاءات منعشة، بيسوي بعض المشاكل مع الشريك، يمكن تتعرف إلى ناس بتشاطرون الأفكار، لكن تراجع ميركور بيشوش أوقات على هالعلاقات وبيولد أوضاع مقلقة بذات الوقت. هالشي ما بيمنع من أنك تتعرف إلى أشخاص أو شخص بيصير إعجابك جدا، وأنك تحاول بكل قواك التأثير عليه واستقطابه وجذبه وأسره حتى بقبضة جاذبيتك. إذا امتنع فحاول أن تكسبه بكل الطرق. بتشجعك الأفلاك على هالشي، على القيام بمبادرات من دون ما أنك تشحن الأمور بالإلحاح والإصرار. تصرف بلباقة وبفن، وأنت مش بعيد عن هالأجواء. إذا كنت مرتبط فحاول أنه ما تغيظ الزوج أو الشريك وما تجعله مستاء. طبعاً نقول الزوج والشريك، وهذا يعني أيضاً الزوجة والشريكة. ما تجعل طرف الآخر مستاء بسبب تجاهلك أو برودتك أو تقصيرك تجاه حاجاتك ورغباتك. إياك والنزاعات يا عزيزي، يمكن تضر فيك كتير بهالشهر، حاول قد ما فيك تنسحب منها. بتعيش كمان منافسة أو بتشعر بالحرج، خاصة إذا هتف قلبك لشخص بيرضيك فكريا وعاطفيا بالوقت نفسه. بهالشهر عندك شغف، بتطوق لمغامرات عاطفية على ما يبدو. بتكون ضعيف قدام كلمات الثناء والإعجاب، وتحاط بأشخاص بيدعموك وبيدعموا أحلامك. بعد مواليد الثور بيعاودوا اللقاء بحب قديم، وبيكتشفوا إنه يلي راح ما عاد موجود، وإنه روعة الحب ما بتبقى هي ذاتها إلا بالذاكرة، لأنه الواقع غير الوضع تماما. يعني بس تبتعد عن شخص، إذا بدك ترجع تلتقى فيه تشعر إنه صار غريب عنك، أو تغيرت، أو هو كمان تغير. الأيام ما بتخلي الأشياء مثل ما هي. أخيرا بيكون لك لقاء ربما مع أحد مواليد الجوزة أو الأسد، أو أحدهم بيكون غريم لإلك، منافس بهالشهر. أي وين موقعه أنت بتعرف. شو هي أهم توجيهات الفلك لمواليد الجوزاء بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، بزين كوكب مارس عالمك بهالشهر، لأنه بيلتقي بجوبيتر من أوله إلى آخره ببرجك. فيما الشمس ببرج الأسد لتاريخ 22، وميركور بهالبرج الصديق أيضا ابتداء من تاريخ 16، بيتناغموا مع بعضهم، بيرافقك الحظ لالتقاط فرص على قياس أحلامك. تتألق فكريا وكلاميا، وبتشعر أنه لازم بهالشهر أو بتقدر أنك تفصح عن رغباتك وأفكارك ومخططاتك. بتنشد التقدير من الآخرين، طارح معادلات جديدة، ومقارن ما يحصل بشي توقعته أنت بالسابق، كأنك بدك تقول للناس شوفوا
قديش أنا شقيت وعانيت للوصول. لن تتجاوب معي إذا قلت عزيزي الجوزاء اصبر، أنت عادة منطلق في هالشهر، واثق من نجاحك وتفوقك، وكوكب مارس ما بيساعدك على الصبر والانتظار، لا لا بيدفعك، يلا يلا بوش، هي بوش ات بوش يو حتى توصل إلى محل ما بدك تروح. إذا بترغب باستحقاق ما أنه يتم هلأ، لهفتك رح تتضاعف قدام المستجدات يلي رح هي توعدك بإنجازه. تبدو أكثر المحظوظين بهالشهر رغم تراجع كوكبك وهو ميركور، ويلي بيأثر بتراجعه على المناخ العام كمان مش عليك بس، وبيأخر بعض الاستحقاقات، بيولد نمط بطيء أنت بتمل منه لمنتصف الشهر. ما بيشبهك هيدا النمط البطيء، ما بيشبه مواليد الجوزاء. بينما يعاود هالكوكب مسيرته ببرج الأسد، ترجع بتحس حالك نشط أكتر. مش سهل عليك هيدا النمط المتقلب ببعض الأحيان، يلي بيوحي بأحداث متسارعة ومتتالية، بتسرع الإيقاع وبتبطئه مرة ومرة، يلا بتلاقي الأمور عم تتراكم ورا بعضها وعم تمشي بسرعة. بس هالشي بولد لك عافية وديناميكية، وطبعا بدك تنتبه معه من بعض الحوادث، بدك تنتبه لسلامتك وصحتك لأنها حتكون كتير مندفع. لا شك أنه هناك في تغيير بده يتم، ولازم تدرس كل خطوة بهالشهر بعناية، خاصة وأنه ميركور وفينوس بالعذراء الأول من الشهر، الأول بستة والثاني 29، هو مشهد فلكي بيعرقل بعض الخطوات، ولو كانت تأثيراته ضعيفة تضطر في بعض الأحيان أنه تلملم الجراح وتسكت عن بعض الضرر أو توضح بعض الأمور استدراكا لسوء تفاهم محتمل. المهم ما تترك الآخرين يفسروا نواياك على ذوقهم أو على غير حقيقتها. لازم تحضر بكل مناسبة، ما تترك حدا يستغل غيابك حتى ولو كانت هالمناسبة بسيطة وصغيرة. انتبه، لازم تكون انت حاضر. شو بتقول لأفلاك مواليد الجوزاء على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ لح يخف الوهج عاطفيا يا عزيزي، وهالشي اعتبارا من تاريخ 6 لما يدخل فينوس لبرج العذراء ويولد بعض الهواجس أو الشكوك، ويمكن يخلق لك سوء تفاهم بمحيطك العائلي والعاطفي. قبل هالشي أول 5 أيام بتأهلك الكواكب للعب دور عاطفي ممتاز، وبتجعل الرومانسية مخيمة عليك، كما أنك بتجتمع بشخص بصفات استثنائية. بعدين بتتراجع الحظوظ وبيطرق شيء بيجعلك تعيد النظر بإحدى العلاقات، أو يلي بيشوش على روابطك، شيء بيشوش على روابطك وكانت متينة جدا. يمكن تلاقي نفسك بحلقة مفرغة، كأن تفقد السيطرة على الأمور، أو تضطر تساير بعض الأشخاص في بعض الأحيان غصب عنك، أو بدك تثبت وفائك وصدقك وعزمك على تعزيز العلاقة وإيصالها إلى المرتجع. يمكن ما بعرف أنت يمكن تشكك بنفسك أو بإرادتك الحقيقية بالارتباط، أو تدرك بحدسك أنه في شيء مش ماشي مثل ما لازم، مش ماشي على الطريق الصحيح. حاول تكون هادئ صابر مسالم حتى تمرق هالغيمة بسلام. بوعدك أن الشهر المقبل بيحمل لك أحلى الهدايا على الصعيد العاطفي. لازم تنطر، بعض مواليد الجوزاء بيضعفوا مغامراتهم العاطفية بالأسبوع الأول، وبيحلق حولهم المعجبون أو المعجبات، ويمكن يتم لقاء بيولد اللهفة والحرارة بالقلوب. أما العشق يلي بيولد بالنص الثاني من هالشهر فبيحملهم إلى وضع متأزم، أو ولو أنه بعضهم بس هن قلال بيعيشوا عشق كبير ورغبة بالارتباط،
ربما تولد علاقة بها الشهر رغم كل هالأجواء، ورغم الأجواء العاصفية بتؤدي إلى زواج. كيف بدنا نوصف شهر آب أغسطس؟ أغسطس 2024 لمولود السرطان. فينا نختصر وصف هالشهر بالفاتر، بيوفر لك من جهة اطمئنان مادي ومهني، ومن جهة تانية بيولد أجواء باردة يا عزيزي. كوكب مارس يلي انتقل إلى برج الجوزاء حتى يستقر حتى آخر يوم، بيطفي جو من الغموض على حياتك أو نوع من مراوحة المكان، بس ما في شيء بيدعي للقلق. حتى ولو اضطررت انك تتكيف مع بعض المستجدات او بتشعر بجو من الفراغ حولك او من الالتباس وتشابك الامور، بيصعب عليك تكوين فكرة واضحة عن الاشياء يلي ماشي او عما يجري. الكواكب كمان تتراجع الى اعلى المستويات بهالوقت، مشان هيك بيكون النمط بطيء، تضطر انك تنتظر بعض الانجازات وتتقبل تأجيل بيطرق على بعض المواعيد او تشكيك ببعض الناس من بعد ما وهبتهم الثقة. بتراجع اوراقك وحساباتك وبتخاف انه تنسى بعض الاستحقاقات او تهمل شيء لازم تاخده بعين الاعتبار، بس الامور ترجع تتوضح شوي شوي لأنه بتجيك معلومات حتى تقدر تاخد قرار وتزيل الشكوك والمخاوف بطريقة طبيعية من دون ما أنت تسعى لها بنفسك. تراجع الكواكب خاصة ميركور بيشوش على حدسك، فبتفكر باتخاذ قرار يمكن ما يكون الأفضل لك، أو بتحلل بعض الأوضاع بطريقة انفعالية وغير منطقية، أو استنادا إلى معلومات خاطئة بالبداية. كن حذر جدا عزيز السرطان، ما تتسرع بأي قرار أو خطوة نهائية هالشهر. إذا تأخر جواب عن طلب لإلك أو عن رسالة بعثتها بلهفة، فما تتسرع بردة فعل سلبية، صبور شوي، كن هادي، كل شيء بيتم شوي شوي. خلق الأعذار والتبريرات للآخرين حتى ولو كنت غير مقتنع بها، حاول إنك تساير، بمعنى آخر ما تتحدى الأقدار. راجع حساباتك بهدوء، اختلي بنفسك شوي حتى تعيد ترتيب أفكارك وتنظيم أعمالك. هالبلبلة يلي بتولدها الأفلاك منا خطيرة، بس بتحط حاجز بينك وبين الآخرين يلي ما بيتجاوبوا مع مساعيك، أو يلي بيلاقوها ببرودة أو تمنع. لحسن الحظ أن الوضع المالي ما بيتأثر بهالأجواء، ف وجود كوكب ميركور بالعذراء لتاريخ 15 وفينوس في البرج نفسه بين 6 و29 ما بيدعي للقلق، بل بيتحدث عن تعزيز لوضع مادي أو حتى لنشاطات مهنية بالأخير بتوفر لك الأرباح. شو بتقول الأفلاك لمواليد السرطان على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، ساتيرن هو كوكب الحب بالنسبة لمولود السرطان، عم بيتراجع. هالشي بيجعل بعض الأجواء العاطفية فاترة كمان. أنت بتراجع بعض العلاقات الاجتماعية العاطفية الزوجية، وبتجري تعديلات على بعض الأساليب والاتجاهات. كوكب ساتيرن بيواجه كوكب فينوس ببرج العذراء، هالشي بيولد كمان أجواء من التشكيك أو الانتقادات أو الملاحظات يلي يمكن يوجهها لإلك الشريك. قد تستغرب أنت بعض الشروط يلي بيفرضها عليك كمان بهالوقت. أورانوس بيولد مفاجآت صاعقة للبعض بسبب موقف أحد الأحباء أو تقلبه أو عدم ثباته. بيخيم جو من الإحراج، تنتظر مبادرة من أحد الأشخاص فبتتأخر، أو بلاقيك الآخر بحفاوة وحماسة بعدين بيغيب، وربما أنت يلي بتبرد عواطفك تجاه شخص تحمست له كتير بالسابق. بتتم لقاءات جيدة بهالشهر وبيلتف حولك المعجبون والمعجبات، بعضه بيقابلك بالتفاتة حلوة وعزبة، تتبادل مع الحبيب الحوارات الجيدة والنقاشات الغنية، بس في شيء بيغيب
وسط هالأجواء غير المقنعة بالنسبة إلي لإلك. بعض مواليد السرطان بيعانوا من ملل أو رتابة أو سوء تفاهم صامت مع الشريك، ببادلوه ربما بعدم الاكتراث أو بلا مبالاة مقصودة كردة فعل على تقصير من قبل الطرف الآخر غير مبرر. بيقولوا العتاب بيغسل القلوب، بس غير متوفر ربما ببداية الشهر، أو إنه النية بحصوله بتكون غائبة، يعني كأنه ما بدك تغسل القلوب. للأسف هالأجواء السلبية هي الأكثر تطرفاً بوصف حركة الكواكب بهالشهر. يمكن ما تكون الأمور هالقد، لأنه في البعض بيكون سعيد بهالهدوء المخيم على حياتهم وما بيحتاجوا هن هلأ لا لتغيير ولا لمغامرات. كيف رح تكون الكواكب مع مواليد الأسد بشهر آب أغسطس أغسطس 2024؟ يا عزيزي، توهبك الكواكب بهالشهر فرص جيدة وسعيدة وتجارب ومفاجآت وأبواب تفتح قدامك بعد انسداد. تبني على أنقاض الماضي طموحات جديدة، فتحت إشراف جوبيتر ومارس ببرج الجوزاء بتزدهر أعمالك وبتشعر بفائض قوة وبتلمس إنك قادر على هزم الأخصام بسهولة. بتجعلك الطوالع الفلكية أكثر ثقة وتكيف مع وضع جديد وظروف تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والمهني. بتعود عن الوقت المهدور سابقا. من وقت ما دخل جوبيتر إلى برج الجوزاء بأيار مايو الماضي وأنت عم تشعر بتغيير إيجابي. زيد على هالشي دخول كوكب مارس لبرج الجوزاء حتى يضاعف التأثيرات الإيجابية. كذلك ميركور بيدخل برجك بتاريخ 16 حتى يزيدك إشراق. هالشهر بالإجمال هو شهرك، الشمس تستقر عندك 3 أسابيع دايما بآب، بيصير أو أغلب الأوقات بتم بآب أحداث حلوة لمواليد الأسد. بيوحي هالشي بخيرات كتيرة تتدفق وحظوظ وفرص بتجي من كل صوب. يمكن تتلقى عرض أو تقدم أنت أفكار جيدة جدا ومناسبة وتوسع نطاق مشاريعك وتحظى بدعم من سلطة فاعلة أو بعرض مهم ومغري بتتلقاه بالوقت المناسب، ربما بمنتصف الشهر أو على الأرجح بمنتصف الشهر. صحيح أنه القيادة هي بالتفكير السريع، لكن هالشهر لازم تدرس كل العروض والعقود بدقة وعمهلك حتى ما تتعرض لبعض الأفخاخ أو لبعض المخادعين. لح تشرق رغم أي شيء عم نحكيه بجاذبية استثنائية، بتندفع للقاء يمكن يكون مصيري بهالشهر، إلا أنه إيرانيوس وبلوتون بيعاكسوك، في بعض الأحيان بتشعر بعرقلة بسببهم. بيعرضوك يمكن لاتهام أو لحسد من قبل شخص بيكره يشوفك بالطليعة. فإذا شعرت إنك قدام بعض الإحراجات لازم تعتمد المكاشفة والوضوح مع احترام خصوصية البعض، لأنه في حقائق ما فينا نكشفها رغم كونها بتخدم مصالحنا. مشان هيك لازم تتشفع بمصلحة بعض الأصدقاء أو المقربين. هالشهر بيفتح لك مرحلة جيدة من الأفراح والرومانسية والازدهار والفرص السعيدة. لا لا لا، قصص العاطفية بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك عاطفياً لمواليد الأسد بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، في مرحلة جيدة جداً مع قمر جديد ببرجك بيوحي بالرومانسية والفرص السعيدة، بس الحب الحقيقي والكبير يمكن ما يلوح بهالشهر. بتتركز الجهود على شؤون مالية ومهنية أكثر من شخصية، بس عندك صداقات جيدة وعلاقات اجتماعية مناسبة وسعيدة. إذا تعثرت أعمال أو استثمارات بترجع لقواعدها ابتداء من تاريخ 25 لما يرجع كوكب ميركور يعاود سيره أماميا. بتستقطب القلوب أنت والأنظار، بتحقق نجاح منقطع النظير بالقرب ممن بتصير إعجابهم وبتوحي لهم بالحب. فلك بشوف أنه أي علاقة تنشأ هلأ
يمكن لا يكتب لها الاستمرار، أو بتكون قصيرة الأمد، أو بتتعرض لبعض الضياع أو بعض الصراعات. هيدا ما بيمنع أنك عندك جاذبية كبيرة وبتوقع القلوب، بس وجود كوكب فينوس بالعذراء بين 6 و29 بخلي هالفترة أقل وهج من السابق على الصعيد العاطفي، على الأقل لتاريخ 15، لأنه يمكن بولد عند البعض شعور بالبلبلة، أو بتلاقي نفسك عزيزي الأسد قدام بعض التحديات، تلام على غرور تتهم فيه أو على أنانية بهالوقت، أو إلى ميل إلى الإغواء وجذب الأنظار بدون ما تركز على هدف واحد. هيك مبعثر بتبقى، بتشعر بقرارة نفسك إنك قادر على تحقيق شي اللي بدك إياه بدون جهود تذكر، وهالشي بالنصف الثاني من الشهر لما ميركور بيزورك وبيزودك بطاقة إيجابية ضخمة، وبيشير لأحداث مهمة بتحصل وبتقربك من يلي بتحبه، وبتحررك حتى من بعض الارتباطات السابقة المقيدة أو الخيبات العاطفية يلي ربما مرقت فيها. لكن بعد مواليد الأسد بيشعروا بصعوبة الارتباط بجديد إذا مرقوا بهيك تجربة، بفضلوا المغامرات العابرة أو العلاقات البلاتونية على الشيء اللي مش ممكن أنه يتحكموا بمساره. تحتاج عزيزي إلى من يدعمك بهدوء وسكينة بعيدا عن الضجيج والمفرقعات العاطفية. كلمة الفلك لمواليد العذراء بشهر آب أغسطس 2024 شو هي؟ يا عزيزي، بتستجمع قواك بهالشهر لالتقاط فرص ولو كانت نادرة. بتتوقف عند بعض الأشخاص يلي أزوك، بتراجع حساباتك معهم، وبتنتفض ربما لكرامتك، وبتخزن بعض الملاحظات وبتكدسها حتى تطلقها على أحد الأشخاص بالوقت المناسب، وربما بالشهر المقبل لما يغادر كوكب مارس برج الجوزاء، أو حتى بالأسبوع الأخير من هالشهر لما تدخل الشمس برجك تتلتقي بفينوس وترطب الأجواء. اعتقدت ربما أنه هالشهر ما في إيجابيات، لا في، أنا بلشت بالأسوأ حتى أنقلك أجواء جيدة بوحي كوكب ميركور ببرجك بين 1 و15 وفينوس بين 6 و29. بس المعاكسات الفلكية كمان حاضرة وما بدنا نتوهم. مارس وجوبيتر بالجوزاء بيعاكسوك وبيعاكسوا الشمس وفينوس ببرجك، هالشي بكفي حتى يصير في تناقضات وفي حيرة ومعلومات صعبة وكشف عن مكان متلبس لديك. نصيحة الفلك بهالشهر هو بالاتكال على حدسك وحكمك على الأمور بدون ما تتأثر بآراء الآخرين. إذا توفرت لك فرص بتشوفها أنت مناسبة فما تستشير أحد وما تستمهل حتى توافق عليها. مارس وجوبيتر بالجوزاء بيشيروا إلى اهتمامك بنظرة الآخرين لإلك وضرورة الانصياع لرغباتهم. أما ميركور يلي عم ينتقل إلى الأسد فبيشوش عليك الأفكار وبيولد بعض الالتباس اعتبارا من تاريخ 15، قلت لك أنه قبل أحسن من 1 ل 15، أو بيجعلك متردد بإبداء رأيك خوفا من رفض محتمل، بيعيش مثل هاجس براسك. الطالع الفلكي بيشير برمته أيضا إلى شعور بالذنب وضرورة إرضاء المقربين، وكأن عليك إثبات براءتك مثلاً أو حسن نواياك أو حسن سلوكك. يمكن تعيش حزن بسبب الخوف من الصمت، ويمكن تخبي أوجاع حتى ما تقلق الآخرين أو حتى ما يشمتوا فيك. فينوس ببرجك بيحمل لك المواساة والتعويض، تصدمك حقيقة بتكتشفها لدى أحد المقربين، بس لازم ما تحزن لو ليها كنت بقيت مخدوع لمدة طويلة. هيك لازم تنظر إلى الأمور. ببشر فينوس ببرجك بأرباح مالية واستثمارات ناجحة، ربما معتمد على خبرات الماضي وتجارب علمتك درس. بعد مواليد العذراء
بيعبروا إلى حقبة جديدة على الصعيد المهني رغم بعض الصعوبات. بس أي قرار مهم بيتطلب تفكير عميق وثقة بالنفس واتكال على الذات، لازم أنه يكون دقيق وما تستعجل فيه. دافع عن أفكارك، دافع عن قناعاتك، وابتعد عن السعي للربح المادي بس. فكر بغير أشياء. ربح المادي بلا ارتياح نفسي وارتياح الضمير ما بيكون جيد، بل بيولد لك القلق. هلأ في انعطاف محتمل بهالشهر بيكون إيجابي وبيفتح لك أفاق جديدة ودرب من الوعود المتنوعة. هيدي على الصعيد المهني. شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء على الصعيد العاطفي بفيديو آخر؟ شو هي توجيهات الفلك لمواليد العذراء على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، هالشهر بتعطي اهتمام كبير للشؤون العاطفية، وبتعيش ذكريات ماضية على أثر حدث أو شيء بتكتشفه وبحزنك، خاصة بأول 5 أيام يلي بترجعك إلى الوراء وبتجعلك تحاسب نفسك على التخلي ربما، أو تندم بالعكس على إخلاصك ووفائك لأحد الأشخاص، أو ربما بتجمعك الصدف بمن خفق لإله قلبك بالسابق. يعني بصير عندك نوع من التشويش، بعدين تستعيد اتزانك وسيطرتك على نفسك وعلى قدرك. تتحلى بجاذبية كبرى ابتداء من تاريخ 6 وحتى آخر الشهر. يمكن تقفل الباب على قصة أو على ما مضى، تتصالح مع نفسك، أو بتحط حد لعلاقة ما عادي تتلبي طموحك ولا تنال ثقتك. رغم وجود كوكب فينوس ببرجك، في معاكسات بتلقيها هالكوكب من مارس وجوبيتر. يعني فينوس ببرجنا عادة بيكون جيد وبيوحي برومانسية وعواطف مهمة، بس لما تكون معاكس من قبل مارس وجوبيتر، يعني كوكبين كتير مهمين، بيكون تأثيرهم كتير عليك سلبياً، بيولدوا بلبلة وبيوحوا بتدمير ذاتي، أو بحزن بينتابك من وقت إلى آخر، أو بخوف من الفشل. بيجعلك هالطالع تشكك بقدراتك أو تتراجع عن علاقة ناشئة كانت ممكن تكون مجدية جدا أو هيك أنت شفتها. هلأ الأجواء منا كلها سوداوية. بعض الطوالع الفلكية كمان بتشير إلى لقاء مشوق وممتع يمكن يتطور إلى علاقة ثابتة ومتينة، كما أنه الفترة تتزين بفرص للاستمتاع بالرومانسية وأجواء الغزل بين خاصة بين 6 و15. من الممكن أنك ترتمي بأحضان الحب من جديد بدون حساب أو تردد. هل هو شهر جيد آب أغسطس 2024 على مواليد الميزان؟ بدنا نعطي بهالفيديو المهنة، يعني التوقعات على الصعيد المهني، وبفيديو آخر توقعات على الصعيد العاطفي. مهنياً هيدا شهر الفرص الكتيرة والحظوظ يلي بتجمل أيامك وبتشعرك بالحيوية والاندفاع، كأنك لحتوعة من سبات وتنطلق نحو تحقيق الأهداف. كتير سعيد بأجواء مناسبة ومستفيد من مواهبك وثقتك بالنفس واندماجك مع بعض الفئات القادرة والفاعلة. رغم هالشي بتواجه بعض التأخير ببعض الاستحقاقات، أو بتضطر لتقبل تأجيل بيحصل بعمل أو نشاط أو موعد بسبب تراجع الكواكب، وهو التراجع الأشد خلال هالسنة. يا عزيزي، مولود الميزان بتوق للاستقرار وبتحصل عليه. أنت رح توضع المخططات بهالشهر، تتلقى نتائج ملموسة لجهود قمت فيها بالسابق. يمكن تعمم فكرة ما، أو بلوح طيفك على بعض المستجدات والأحداث إذا كنت بتشتغل بالشأن العام. بتكون نبيل بانتمائك وشجاع بقراراتك، بيتأثر فيك الآخرون
خاصة أنه كوكب مارس ببرج الجوزاء بيسلط الضوء على شخصيتك الفذة وبيجعلك أكثر ثقة بالنفس. بيدعمك ميركور بالأسد بالنص الثاني من الشهر، أما الشمس ببرج الأسد بأول ثلاث أسابيع فبتعزز صداقاتك وعلاقاتك اللي بتكون فعالة جدا بهالشهر. مقاد بوحي أكيد وصائب، كأنه القدر عم يملي عليك توجهاتك، بتشعر بالثقة، بتتصرف بطريقة عزبة، بتشد لك الأسماع والأنظار وبتجلب لك الكواكب الاحترام. بس وجود كوكب ميركور بالعذراء بالنص الأول من الشهر يمكن يتسبب ببعض الضياع أو بالتباس أو تشويش على أفكارك وأعمالك، أو يجمد بعض النقاشات والمفاوضات ويشعرك ببعض القلق. هالأمر عابر، ما تخاف، ما بيستحق التوقف عنده طويلا. المشهد الفلكي العام بالمقابل داعم عزيزي، داعم جدا، بتحدث عن تحقيق أمنية أو مشروع مهم، ويمكن تعبر عن نفسك بلا خشية ولا تردد وتكتشف شيء جديد، كما أنه لح تكشف عن بعض أهدافك أو حتى مشاريعك وخطة جديدة. تطرح للنقاش بعض الأفكار وبتتجاوب مع ردات الفعل، ردات فعل الآخرين يلي بتجي في الغالب الوقت إيجابية. كيف الأجواء على مواليد الميزان عاطفياً بشهر آب أغسطس 2024؟ عزيزي، عاطفياً بتكون الأجواء جيدة، بترحب بحكاياتك الأفلاك، بتوسع لك رقعة التنوع والاستمتاع. ورغم وجود فينوس في العذراء في غالب الأحيان هالشهر، بتشعر بحماس زائد للتعرف إلى جديد. بيشجعك كوكب مارس، وهو كوكب الحب بالنسبة لمواليد الميزان، واللي موجود حاليا بالجوزاء طوال الشهر، بيخيم جو من الرومانسية على حياتك. إذا قمت بسفر خارج بلادك، تسعد بلقاء أو برفقة عذبة جدا وأجواء اجتماعية سعيدة. بتتداخل شؤونك المهنية بالعاطفية، بتلاقي مبتغاك وسط نشاطات جماعية أو مؤسسات مهنية، بتحتفل بمناسبة حاليا. بتولد الأفلاك صداقة عذبة وجديدة أو حب بينما بهالشهر، حتى ولو طرأ في بعض الأحيان بعض المناوشات الصغيرة وضرورة معالجة شأن قديم. بتسعد بأجواء ممتعة حتى ولو كانت الأفلاك بتشوف أنه الاستمرارية يمكن تكون نادرة بهالوقت. أي هيدا حب ليلة صيف يمكن تنساه فيما بعد أو تتخطيه أو بشكل لك مغامرة مش أكتر. كمان يمكن تعيش علاقة سرية تتاح إلى فرص اللقاء، أو بتستعيد الحوار مع حبيب قديم بفاجئك بعودته حاليا، أو هو القدر بيجمعك فيه على غير انتظار. لازم حذر يلي بحبك هالشهر إلى أنك بترفض يلي بلاحقوك بإصرار وبيكبلوا حريتك حتى ولو كنت مأخوذ فيهم، خاصة بالنص الأول من الشهر يلي بيجعلك متذمر شوي، متضايق هيك كأنه ما عندك نفس طويل. النص الثاني بيحمل لك العشق يمكن، وبيجعلك تغامر من أجل حب عايش بقلبك، بتكون متطرف بأهوائك وقراراتك وميولك. نصيحة الفلك، ما تتصرف تحت وطأة الانفعال حتى ما تندم على قرارات متسرعة. هل أجواء هالشهر أفضل على العقرب من أجواء الشهر الماضي؟ هالشهر آب أغسطس 2024، الأمور رح تهدى يا عزيزي، لأنه هالشهر بيوهبك أجواء أفضل بكتير من يلي مريت فيها بالشهر الماضي. بتسكنك رغبة عارمة بتلبية بعض الطلبات والابتعاد عن أجواء النكايات والمناكفات والادعاءات والأكاذيب والاتهامات. تضطر ربما لإنكار حقيقة تجنباً لإشعال فتنة أو استدراكاً لنوايا بعض يلي عم بيشتغلوا على عرقلة أعمالك. في حداً أو في ناس بتستاء منهم، وفي آخرين لح تعذرون. تبدو عاقل بمحاولتك كسب رضا البعض،
رغم المشاعر يلي بتختلجك ضدهم. انت تحسن عزيزي العقرب كبت مشاعرك، سلبية كانت أم إيجابية، مش بسهولة إنك تظهرها. بهالشهر بتفرح بقرب بعض يلي بيشاركوا أحلامك وأهوائك، بتهتم بمعرفة جديدة، بتلهو مع بعض يلي بيعجبوك، فبيدهشك حضورهم الجميل. بس بدنا نذكر وجود بعض الكواكب بمعاكسة لإلك وبعدها. الشمس بالأسد من 1 لـ 22، ما تستهوين. ميركور بالبرج نفسه بين 16 وآخر الشهر، كأنه بياخد عن الشمس حتى يعكسك. وفينوس أول 5 أيام، بالإضافة لبلوتون بالدلو وأورانوس بالثور. واو، مواقع كلها معاكسة لإلك، ما تزعل مني، ما خصني هيدا الفلك. بتجعلك فجأة يكون مزاجك متعكر، وبتفتقر للصبر وحتى للياقة في بعض الأحيان. أنت لايق بالإجمال وبتساير، يمكن بهالشهر ما تقدر تخرج يمكن عن طورك وتتحول حماستك إلى بعض العدائية. بس يمكن بفضل مارس وجوبيتر بالجوزاء تتحول حماستك لإيجابية، وبيجعلك هالجو تتعامل مع بعض المستجدات بروية، وانت عم تخفي غضبك، وهالشي بيجعل حدسك ممتاز حتى تكتشف شو عم بيحصل وتخفف من السلبيات وتستبق الأحداث لمصلحتك. بدي قلك انه المطلوب الروية، الجو العام جيد بالإجمال، بيتح لك يمكن ملاقات بعض التطورات الجيدة لبل الممتازة، بس الحركة بطيئة. تراجع بعض معظم الكواكب يمكن يشير لعمليات تأجيل وتسويف واستمهال. بدي خبرك أنه هالأجواء الفلكية مش منيحة على الصعيد العام. يمكن تسمع بأخبار على الصعيد العام بأحد البلدان بمكان مربك جدا. أنت بدك عائدات؟ يمكن تحصل على عائدات من طرق متنوعة. شو بتقول كواكب لمواليد العقرب عاطفيا بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي رح تبلش رحلة جيدة عاطفيا اعتبارا من تاريخ 6، لما ينتقل فينوس إلى برج العذراء ويتحدث عن علاقة جيدة جميلة وغريبة ربما بعض الشيء، تتسم بالتفاهم الفكري والنظرة الفلسفية إلى بعض الأمور، بعيدا عن الانفعالات الجيشية اللي انت بتوق لها يا عزيزي. بالإجمال يمكن يخفق قلبك باتجاه شخص بيربكك شوي. انت عادة تربك الجميع، بس هالشهر يمكن تلتقي بشخص هو بده يسبب لك الإرباك. بتكون أكثر هدوء وحكمة من السابق، بتعطي انطباع انك شخص آخر أكثر تعقلا وهدوءا، حتى ولو الشريك استغرب هالأسلوب يلي ما بيشبهك. بيجذبك حدا بيتحدث ببلاغة أو بيتمتع بحضور جذاب وكلام كتير عذب، بتصغي له باهتمام كبير، ويمكن يكون غريب عن محيطك وأجواءك الاعتيادية. بس الرتابة يمكن تلف حياة بعض مواليد العقرب يلي هن حابين هلأ يرتاحوا من صخب العشق والضجيج، بس هني بفضلوا هذا الجو. إنما بهالشهر يمكن تتغير الأمور ويتغير المزاج. إذا سادت الضغوطات إحدى العلاقات، لح تسعى أنت لتهدئة الأوضاع. وإذا كنت حر غير مرتبط، يمكن تطل على لقاء مهم جدا وتعيش مغامرة ممتعة، خاصة إذا مررت ببعض الخيبات في السابق. كمان بدي زيد انه هالشهر بيحمل تطورات على الصعيد الصحي. هذه التطورات مطمئنة يا عزيزي، ويمكن كمان تنتقل بهالشهر الى مسكن جديد، او يمكن يتم شراء عقار، او نجاح بمسعى، او بدراسة، او بمحاولة الانتقال الى موقع اخر بكل بساطة. كيف رح تكون وجوه الكواكب بهالشهر لمواليد القوس بشهر آب أغسطس 2024؟
رح بلش قلك يا عزيزي إنه ما في شي بدوم، ولا حتى هالفترة يلي رح تولد لك التعقيدات وتعقد الأمور وتشوف إنه الرياح لا تدور كما تشتهي سفنك. في كواكب كتير معاكسة لإلك، ساتورن كمان منضم لإلون، يمكن تعجز عن اللحاق بكل شيء، عن اللحاق بكل شيء رح يحدث حاليا، تتعرض لبعض المتاهات. ما رح تقدر إنك تميز بين التضليل والحقيقة. بتتولى مهمة محرجة للكشف عما يحصل، شو عم بيصير بدك تقول. بتضطر للإفصاح عن معلومات أو حقيقة كنت حريص على كتمانها. بتتملكك رغبة بالاختفاء، لأنك بتواجه حالة من الصد أو الحزن، وبترتضي لنفسك مرغم على بعض الإجراءات اللي أو الترتيبات والقرارات حولك حتى لو ما عجبتك. يمكن تكشف عن ما في داخلك لشخص بتوثق بحكمته وصدقه، وبيطلب منك الفلك بهالشهر الصمود. لكن ما تبحث بالمحال، بل كون واقعي بالنص الأول من الشهر يلي ملامحه أقصى من النص الثاني. حتى ولو كان كله مهدد، ليش حتى نجمل الأمور مهدد بالاضطرابات؟ الشمس ببرج الأسد لتاريخ 22 لح تبعث بنفسك التفاؤل الحمد لله، وتحرك بعض الملفات لمصلحتك. بس كوكب مارس بيواجهك من أول يوم وحتى اليوم الأخير، وبيتفق مع جوبيتر كمان بالجوزاء تيولدوا لك بعض الحساسيات والشعور بأنك محاصر. تضطر تدافع عن نفسك أو حتى تدحض بعض الاتهامات، وربما عليك تتنازل شوي لضبط الحركة والتفاعل مع المحيط بدون إثارة مشاكل. تستاء من غمز ولمز يمكن بيستهدفوك، كما من مداحي المسؤول والحاكم، هدول يلي بيتملقوا النافذين كلهم مين ما كانوا بدون صدق ولا شفافية. بتسعى لتطبيع العلاقة مع شريك أو مع بعض الأخصام حتى ويؤلمك الأمر، أو تنصت إلى كلام غريب أو جارح. بس مثل ما قلنا هاي فترة وبتمر وما في شي بدوم، ولازم تتعامل معها بليونة مطلقة ولا تقدم على تحديات واستفزازات. حاول أنك توصل رسالتك إلى بعض المعنيين بطريقة كتير شفافة لح تلمس تجاوب. بأحسن الأحوال بتعاني هالشهر من مراوحة المكان أو الرتابة، بس الأيام الأولى الخمسة بتحمل الجديد وأحداث بتصير حماستك. يمكن يتم لقاء مستغرب جدا، أو أحدهم يرجع للماضي حتى يرجع يفتح بعض ملف بعض الذكريات. ربما بتلتقي الصداقات مع بعض الأعمال وبتتفاعل معها، هالشي بيولد تساؤلات وقلق. في أسرار ما لازم تقولها لحدا، حتى ولو كان الشريك المهني صديق أو عزيز عليك. بتشعر إنه الأيام غيرت بالاتجاهات والأحاسيس والمشاعر، وإنه مشاكل الماضي عادت حتى تحوم حولك بمسألة مهنية دقيقة. هالجو في حالة من الالتباس والتشويش، أو ربما بيفتحوا قدامك فينوس وميركور صفحة انتقادات وملاحظات تزعجك. بتأجل بعض المفاوضات، بتضطر إنك تأجل، خاصة بالمجال التجاري يلي للأسف بقلك يعاني من بعض التشويش بهالوقت. شوي أهم توجيهات الفلك لمواليد القوس على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس أوغست 2024. يا عزيزي الحب بضل الشغل الشاغل لإلك، لكن هالشهر مع أجواء من التعقيدات والمشاكل الصغيرة المتراكمة، يمكن تشعر إنك ما بتعرف وين رايح وشو بدك فعلا. حتى اجتماعيا بيسود جو من البلبلة أو عدم الوضوح، رغم إنه الحركة كبيرة. ما تقدم على أي قرارات بهالوقت، خاصة بين 6 و 29،
لازم تتأكد من بعض الأمور بحياتك العاطفية إذا شعرت ببعض الهواجس أو إذا أثارت فيك الشك. أحدهم يمكن يتدخل للتفريق بينك وبين من تحب، أو بيطرأ من الماضي شي بعرقل المسار، بيزعجك أحد أفراد العيلة بمطالبه يلي ما بتنتهي، أو بإشباع نزواته بعملية شراء باهظة مثلا، أو مصاريف إضافية على الملذات واللي أنت بتشوفها غير منطقية. يعني يمكن يطلع بله يشتري سيارة مثلا، أو تشتري سيارة أنت بتلاقيها مش ضرورية، أو يكون في سفر بتلاقيه أنه بعزقة، أو بتلاقيها أنت أنه بعزقة من قبله، وبيصير في نوع من الاحتكاكات. بدنا نقول أنه في كمان بعض الأمور العائلية، يعني أحد الأبناء أحد الأولاد بيطلب الكثير وبيتطلب، أو بيكون عنده مشكلة بهالشهر لازم تلاقي لها حل. بتشتبك كمان ربما مع الزوج على أمور بتفرق بيناتكم، يعني أهوائك يمكن تختلف عن ميوله بهالشهر، أو بيبرز شيء بيلقي الضوء على هالاختلاف، كأنه فجأة بتشوف أنه في شيء مش ماشي على ذات الخط. حاذر من المواجهات والخصام والعنف اللفظي يا عزيزي، كون هادئ بمقاربتك بعض المواضيع خاصة الشائكة منها، مطلوب منك التفهم والتفاهم. شو بتقول الأفلاك لمواليد الجدي بشهر آب أغسطس أوغست 2024 على الصعيد المهني؟ يا عزيزي بترجع بهالشهر بتمسك بزمام الأمور، وبتشعر أنه مساعيك بلشت تنجح بعد إخفاق، بتعيد ترتيب علاقاتك ببعض المحيطين، وبحسك الفلك على الانفتاح على أفاق جديدة وتبوق منصب ربما أنت مؤهل له. تنشط الكواليس الاجتماعية لدعمك بمهمة أو بمسعى، فتبدي رغبات وتقدم على خيارات تتسم بالحكمة والنباهة. الطاقة الفلكية ببرج العذراء خلال هالشهر بتولد بنفسك الثقة، مع أنه لغيرك بتولد الخوف والقلق. تجعلك تلتقي بأشخاص وفئات بيساعدوك على تنفيذ الرغبات، وبيفسحوا قدامك الدرب للتعبير عن نفسك وطموحاتك بسلام. بس بعض المحيط بيحتاج لشرح وتفسير لآرائك، خاصة بين 16 و 31، لأنه يمكن تلتبس عليهم الأمور أو يعارضوا فكرة لإلك خوفا من مجازفة جريئة جدا. هون بيترتب عليك أنك تشتغل حتى تقنعهم، هون بتفرجينا قوتك ومهارتك بالإقناع. يمكن لازم تقنعهم بعكس ما هن خايفين منه، وما تدخل معهم بحرب كلامية ما إلى جدوى. بتشوف أنه ما إلهم حق ربما يلي عم بيعترضوا، ما عندهم حق الاعتراض، بس علاقتك العائلية أو العاطفية فيهم ويلي هي بتجعلك أكثر رقة بمقاربتك بعض المواضيع. كمان يمكن يؤلمك صمت أحد الأولاد أو الأبناء، وأنت بحاجة إلى التفاهم معهم. بدك تكسب الثقة والتقدير، وانت بتعرف مكانة هالشخص بحياتك وأهميته، فحاذر حتى ما تتعثر بأدائك معه، وانتبه من فلتان اللسان يلي جروحها عميقة جدا. اختار كلمتك. وضع المهني رغم هالشي بيكون جيد يا عزيزي وواعد، ووجود بعض الكواكب ببرج الأسد في بعض الفترات بيجعلك متعاطف مع بعض النقاشات، قادر على إعادة النظر ببعض التفاصيل. هلأ فينيوس وميركور بالعذراء يعني عودة بعض الأشخاص ليلعبوا دور بحياتك، ويلي بيساعدوك على بلوغ هدف مهم جدا سعيت لإله. بتتلقى بهالشهر رسالة مهمة أو خبر مكتوب بعيد لنفسك السلام والثقة، ويمكن تساهم أو تشارك بمشروع واعد جدا بدر لك الأرباح. طموحات كتير كبيرة. فينيوس بالعذراء موقع جيد لك من 6 ل 29، كما لكل أنواع الأفكار
مشاريع وكل شيء أنت عم تحلم فيه، حتى ولو رافق التعب كمان جهودك. شو بتقول أفلاك لمواليد الجدي على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، إذا كنت عم تتعاطى مع دعوة قضائية بتخص حياتك الشخصية، فيمكن تسمع خبر جديد الآن، ويمكن إذا عندك منافسة مع أحد الأشخاص تكسب المعركة. علاقاتك العاطفية رح تكون غنية ومفاجأة في بعض الأحيان، بتوفر لك بعض الأحاسيس الحلوة يلي بتترك ذكرى جميلة بنفسك من وقت إلى آخر، خاصة ابتداء من تاريخ 6 لما يدخل فينوس برج العذراء ويرجع حبيب غاب عنك، أو يجعلك تتواصل مع من يحتل قلبك منذ فترة. بتكثر المفاجآت والحوارات والنقاشات العاطفية والعائلية بهالشهر، بتصير الأمور بشكل جيد وبتملي عليك مخيلتك تصرفات حلوة ولبقات والتفافتات تسعد الحبيب. يمكن تاخد قرار مفاجئ بيتعلق بحياتك الشخصية، ويمكن تبوح بمشاعرك أو تتهيأ للزواج والارتباط. تشعر أنك صرت أكثر استعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتك. يمكن تكون كمان مرحلة انفصال للبعض إذا كانت العلاقة مش سليمة، أو إذا كنت هيك بدك وبدك توصل إلى نتيجة وإلى راحة. بيطرق عنصر بيجعلك تاخد هالقرار، ويمكن تحسم أمرك، ويمكن يجي هالشي عن طريق حدث استثنائي له طابع عام وانت ما لك علاقة فيه. يعني بيجي الحل بدون ما تكون انت عم تسعى لإله، يعني ما لك علاقة فيه او ما لك علاقة بحياتك المباشرة، تستلهم منه الأفكار والقرارات. كذلك بيحيي فيك الفلك الأمل، وبيجعلك أكثر قدرة في فرض قرارك والدفاع عنه. يعني بهالشهر في حسم على الصعيد العاطفي وجرأة وثقة بالنفس. كيف لح يكون جو شهر آب أغسطس 2024 على مواليد الدلو؟ عزيزي، بتتدفق عليك الخيرات بهالشهر من كل صوب. تحميك السماء من بعض المآسي السابقة أو من زيول شي تعرضت له بالشهر الماضي. كوكب مارس بالجوزاء مع جوبيتر بيعطوك طاقة جيدة بتحملها الأمال والأخبار الطيبة والمفاجآت العذبة. تلتقي بأشخاص بيغيروا مزاجك وبتعبر عن عواطفك ورغباتك وطموحاتك بسلاسة وثقة بالنفس. فبتسحر الناس يلي حولك بحضور جذاب وبتشعر بمحبة المحيط لإلك. يمكن ترتبط بجديد بهالشهر بالنص الأول يلي يخلو من أي معاكسة فلكية محتملة. الحدس بدلك على مكان من النجاح وبيمنعك من التوقيع على عقد كنت لحديت هلأ أنت واثق أنه منيح لإلك. كأنه الفلك عم بيحميك من نفسك أو من بعض اقتناعاتك يلي بيتبين لك باللحظة الأخيرة أنه مش لمصلحتك. إذن بدك تتكيف مع المحيط وتقبل بعض الاعتراضات، خاصة بالنص الثاني من الشهر لما ميركور بينتقل إلى الأسد وبيجعلك تواجه بعض شروط الفريق المقابل حسب مزاجيته ومتطلباته. بتراجع حساباتك بالنسبة لتنوع الزبائن إذا كنت عم تشتغل بعالم التجارة أو الترويج أو حتى بالشأن العام. المهم أنك تقنع الآخر بأنك تسعى للأفضل. لازم تهدئ الخواطر ببعض الأحيان، وبيخطر ببالك التخلي عن بعض العهود. الفلك بيشوف ضرورة تقيد ببعض القوانين وبعض العهود حفاظا على سمعتك وصورتك. ميركور ببرج الأسد لتاريخ 31 بيشكل معاكسة ثانية لإلك بالإضافة لأورانوس. يعني يمكن يكون في حدث غير متوقع
وبتضطر لمعالجته بسرعة. هلأ يلي بده يصير بخليك تسيطر على الأوضاع حتى لو ما جنيت الأرباح الكتيرة، بيساعدك كوكب ميركور وبيساعدك بأول الشهر على حسن الأداء والتفكير والتحليل واتخاذ قرار يمكن يكون مصيري لبعض مواليد الدلو. المهم أنه ما تنتفض على ظروف إذا شفتها أنها شوي دقيقة. يمكن أنت عم تقشعها كتير سيئة وهي مش هالقد، يمكن حتى تخدم مصالحك مع الوقت. كون متأني في كل شيء، خاصة إذا كان بدك ترتب شؤونك المنزلية ومشكلة سكن يمكن عم تقلقك، أو مسؤوليات عائلية عم تتصدر اهتماماتك. كيف رح تكون أجواء شهر آب أغسطس 2024 عاطفيا على مولود الدلو؟ يا عزيزي، بتحمل الأيام الخمسة الأولى ظرف أو وضع مهني بالنسبة لإلك بيخليك تاخد قرار بشأن علاقة شخصية. يمكن أنت تفضل المغامرات والحرية على الثبات، بس في لقاء مهم قد يتم ابتداء من تاريخ 6 على الأرجح بيجعلك تفكر بالاستقرار. وإذا كنت متزوج بتخطط لمشروع جديد بحياتك الزوجية والعائلية. بعض مواليد الدلو بيطالبوا الشريك باهتمام أكبر، وبيشعروا أنه العلاقة إما عم تشتكي من رتابة أو من سوء تفاهم. يمكن ما تكون محق بشعورك هيدا، يمكن تكون شوي عم بتغالي أو عم بتتطرف ببعض السلبيات. ربما أنت بحاجة للتغيير والتنويع، وإذا كنت حر طليق بتكون حاجتك أكبر لتعدد العلاقات بيني وبينك، وهي الشيء بيولد بعض المشاكل. يعني كأنك ما بتكتفي بحبيبة وحدة، أو أنت ما بتكتفي بحبيب واحد أو بصديق وصديقة، وبتلاقوا أنه لازم أنه تنوعوا أكثر ضمانة لإلكم ولاتزانكم، أو خوفاً من تخلي الآخر عنك أو عنك وضرورة أنه يكون هناك بديل. بكل الأحوال في عنا فرص رومانسية كتيرة لمواليد الدلو تطرح الأسئلة حول الأجدى منها، كما أنه المناسبات الاجتماعية تجمعك ببعض الأشخاص يلي رح ينالوا إعجابك، بس إياك إنك تستغل سحرك وجاذبيتك لإيقاع القلوب البريئة. انتبه. على كل حال يمكن يصير شيء بين تاريخي 6 و15 يضطرك للالتزام وضبط النفس والتزود بالحكمة لإيجاد حلول لبعض المشاكل العاطفية. لاحظت أنه في بالجو تناقضات، وأنه في مد وجزر بحياتك الشخصية وتساؤلات وحيرة وعزوبة، بس لح تنهي الشهر، لح تنهي مع هدوء وقناعة وحب آمن ومطمئن. هل الكواكب متضامنة هالشهر بآب أوغست 2024 مع مواليد الحوت أم معاكسة؟ يا عزيزي، بتتساوى عندك الأمكنة والأوقات بهالشهر يلي بيفرض عليك الالتزام بالقوانين والشروط المفروضة عليك، أو بيجمد بعض المسيرة بتضطر لتراوح مكانك. كواكب كتيرة، يعني ميركور، فينوس، مارس ببرج العذراء، يعني بمواجهة برجك، مع جوبيتر ببرج الجوزاء يعني بمعاكسة لإلك مربع. كلها كواكب بدها تخربط شوي الأمور وتحدث تغيير لبل انقلاب في بعض أوضاع الحوت المهنية، تفرض عليهم إعادة النظر ببعض الإنجازات من وجهة نظر موضوعية، وتصحيح أخطاء الماضي أو التراجع عن بعض القرارات. بتكون نصائح المقربين مهمة جدا وفعالة، حاول أنك تصغي لإلها. الشمس بالأسد وميركور ابتداء من 16 بيحركوا بعض الصداقات وبيجعلوك تلتقي بناس فيك تستشيرهم بشؤون كتيرة، وبيعطوك نصائح مجدية. بتقاوم بعض الصعوبات وبتواجه بعض المنافسين الأشداء
أو بعض المعترضين على أدائك. يمكن يكون عليك حماية بعض المكتسبات مع شعورك بأنك محاصرة شوي باعتبارات أو بخصومة ما كنت متوقعة. حاول أنك ما تبدي أي ردة فعل إذا بتريد، وما تاخد قرارات كمان ارتجالية، انسحب تتراجع الزيت. هيدا ما بيعني أنك رح تفقد حس المبادرة أو الإقدام، بس الكواكب ببرج الأسد وإذا كان مرورة قليل بهالوقت رح تعاكس وتواجه كواكب أخرى، وهذا يعني أنه في أمور قد تحدث وتدهشك، بس رح تحفزك كمان للمواجهة، ويمكن تدهش أنت أشخاص كانوا أكيدين من هزيمتك. تصرف الأفضل هو بالتخفيف من هالضغوط، لبل استهتار بنية الآخرين وعدم إظهار القلق لألهم، يعني فرجيهم أنه أنت لا مبالي، وما تخليهم يشوفوا أنك متضايق، يعني بوكر فيس. شو بتقول للكواكب لمولود الحوت على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، رح نبلش بالاتصالات العائلية بهالشهر يلي رح يكون لها دور كبير بوضعك المالي. يمكن تجيك مساعدة من أحد أفراد العائلة أو من أحد الوالدين أو الأبناء، أو يمكن أنت تضطر تدفع مال لمساعدة هؤلاء. الصحة رح تكون جيدة لـ 22، بعدين بدك تهتم بأي عارض، ما تستهتر بضرورة إجراء بعض الفحوصات. عاطفياً بتشكي بهالشهر من تعقيدات رغم وجود فرص رومانسية عديدة للعازبين، لأنه كوكب ميركور وهو كوكبك بيتراجع كمان، هو الكوكب اللي بواجهك بيتراجع، نبتون كوكبك كمان بيكون متراجع، بيولد بعض الشكوك بنفسك وعدم الارتياح إلى أي خيار. يمكن تسليك أوقات عزبة وجيدة، بس يبدو أن ما بتدفعك لاتخاذ قرارات نهائية أو مصيرية. فينوس ببرج العذراء بيولد بعض القلق كمان، وبيشعرك بعدم الأمان، أو بيولد جو من البرودة بعلاقتك الشخصية. يمكن ياخد عليك الشريك جمود أو رتابة بالعلاقة أو بعاد نفسي عنه إذا ما كان جسدي، بس أنت بتدور هالشهر بحلقة مفرغة، ما بتعرف كيف بدك تشرح عواطفك أو مشاعرك المربكة. يمكن تضطر إلى التجاوب مع بعض الطروحات يلي بيقدمها الشريك، بس بتعمل هالشيء غصب عنك، كأن مثلا تروح بعطلة أو تسافر لإرضائه، أو كأن تجد نفسك مضطر لمسايرة محيط ما بيروق لألك ما بتحبه. إذا أعرب أحدهم عن محبته فافتح ذراعيك. نعم، ما تدير ظهرك لا حدا بيقلك أنا بحبك. ربما تتوصل بأسلوبك هيدا إلى الأمان والاطمئنان. الأفلاك بتدعيك عزيزي الحوت إلى التكتم الشديد بهالشهر. إذا كنت عم بتقيم علاقة عاطفية لازم تكون بعيدة عن تطفل الآخرين. يمكن يطرأ شيء يجعلك تغير بعاداتك وتفكر بأسلوب جديد لعلاقتك الشخصية. إذا كنت وحيد وبدون حب يمكن تغرك مغامرات عابرة، ويلي أنت بهالشهر ما بتتوخى منها الاستقرار.